هي مانا طبيعية، مجنونة، يعني داقت عيني على الشيء الوحيد اللي بيخصني. هلا انت عم تقولي انك سمعتي هذا الكلام من بنت بتبيعها ثياب، ليش متوترة كل هالقد؟ لأنه هاي البنت نقلت الحكي عن لسانها لريهام، لا ومواعدة عالم دون ما تخبرني. ما كتير عم بفهم عليكي، من الأول وحدة وحدة لحتى أعرف شو اللي مترك. حسام أنا آسفة إنه عم دخلك بشغلات ما بتخصك، بس أنا ما عندي حدا أحكي له، والصبايا طلبت منهم ما يجيبوا سيرتها، فمو معقولة بعد ما طلبت منهم هيك يجي أشكي لهم. محلولة. كيف؟ لا ما رح أقول لك كيف. بالأول بتطلبينا فنجانين قهوة لأنه على هذا الأساس استدعيتيني، بعدين بقول لك كيف محلولة. ما فيني أطلب لك، بس أنا حأعمل لك أحلى فنجان قهوة. شكرا. لا مستحيل نرجع نتعامل معه ولا نفتح معه موضوع الشغل. أنا فعلا مستغرب. تخيل حسام، مو طبيعي قديش فولجير. لك ما شفت العالم كيف كانوا عم بيطلعوا فينا، يا ريت الأرض انشقت وبلعتنا. لا أنا مو هذا اللي مستغربه، أنا مستغرب كيف بيعمل معكم هيك عملة وبترجعوا بتقبلوا عزيمته مرة تانية. هي مو رهف؟ عن إذنك لحظة. نور يا صبايا، في حدا هون؟ رهف؟ عم قول معقولة هي ولا مو هي؟ كيفك حبيبتي؟ تمام، كيفك انت؟ دادو مانا هون؟ لا بس قولي لي كيف فيني ساعدك؟ هي قالت لي اجي مشان بلش شغل بالمكتب. بلشي شغل؟ رهف؟ هلا كنت عم بسأل عنك. طيب انا لازم اطلع لانه حسام فوق. دندون؟ اي حبيبي. حبيبي هذا المصنف زودنا فيه المهندس حسام، في ارقام كل البزنس مانية. فرجيني لشوف. يا سلام استاذ حسام، شكرا، هدول الارقام كثير صعب انا اقدر اوصل لهم. هلا اذا كان في مشكله بالتواصل مع اي رقم من هدول الارقام خبريني، انا بلاقي حد. الف شكر لك، فضلت. لا ولو، هذا واجبي اكيد. انا رح امشي. باي نور. باي. لطيفة هالدارة كأنه. وعلى فكرة عفوا مو واجبك أبدا. أنت شايفة إنه هو مو واجبي؟ يعني هو ذوق ولطف منك مو أكتر. بتعرفي إذا باخدك وعزمك على فنجان قهوة بس مثلك بالدليل القاطع إنه هو واجبي ونص. طب يلا هيك سبنا عزيمة. تفضل. طيب يا سيدي. بس إيه طبعا. تفضل. خليني أول شيء أشكيكي إليك. إلي؟ ليش أنا شو عملت؟ إلي؟ نور؟ أنا بحياتي ما شفت حدا عنيد مثلك. أنا ما خليت لغة ما لمحت لك فيها، معقول؟ بصراحة حسام، يعني أنا فكرت إنه هذا أسلوبك بالحياة، تحديداً إنه أنت بتلمح لكل صبية عم تحكي معه. أنا؟ إيه أنت؟ معقول شو عم تحكي أنت؟ معناتها اللي فهمانه صح، هذا ببرر كثير منيح ليش انت بتتضايقي لما بتتعامل مع اي صبيه غيرك. انا؟ اكيد لا، شو عم تحكي؟ خليني كمل لك، وهذا الشيء اللي عم يخليني افهم تصرفاتك وتقبلها بكثير محلات، هذا الشيء ما له غير تفسير واحد. شو قصدك؟ غيره؟ غيره، وانا من البدايه فهمانه تلميحاتك. انا اللي ما عم بفهمها تلميحاتك. بالعكس انت فهماني كثير منيح، بدليل انك انت فهماني كل شيء انا بدي احكيه من دون ما اقول. ايه شو هاد؟ جد ثقتك بحالك ملفت للنظر كثير. الملفت للنظر قديشك انت ما بتشبهي حدا. معقول هذا الشيء خلاني احبه؟ تحبني؟ هو إذا بدك